الحمد لله يا ربنا، الحمد يا رب لله. يتقبل احلى ايام. والله يا شيخ اكيد طبعا، يعني الحمد لله ان ربنا بلغنا رمضان، والحمد لله الحمد لله. احنا بنعيش الاجواء الجميله دي، وربنا يرحم كل انسان امين يا رب العالمين. ما كانش قدر ان هو يكمل رمضان وكان وفاته، فربنا يرحم الناس كلها برحمته الواسعه اللي ربنا بيحبنا فبيرزقنا الايام الطيبه دي، ان ربنا حطنا في الايام دي علشان ربنا عارف ان احنا عندنا ضعف وان احنا طبعاً بشر، فاكيد بنقع واكيد بنغلط، فربنا خلانا نعيش اللحظات دي علشان نبدا نقول شكرا يا رب، الحمد لله قوي ان احنا موجودين في الايام الطيبه دي، الحمد وفي لله. نفس الوقت ان احنا نستغفر ربنا كتير، وان احنا نبدا نحاول نجمع الطاعات فتبدا ميزان الحسنات يزيد، ويبدا ميزان السيئات الحسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات. فاللهم لك الحمد ان ربنا اصطفانا واخترنا ان احنا عايشين في الايام الجميله دي. وهو اصلا شهر رمضان الغايه والهدف هي التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الغايه اصلا من الصيام ومن شهر رمضان التقوى. لكن قبل ما نبدا نفكر كده وندخل في معنى كلمه التقوى، التقوى اللي هي تاخدها وقايه، اتقوا النار ولو بشق تمره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، كأن التقوى بتعمل حائل بينك وبين النار، بمعنى أدق وأبسط كأنك بتعمل حائل بينك وبين أي حاجة تزعل ربنا منك، هي دي التقوى. فقبل بقى ما ندخل في كلمة التقوى قوي، بس حبيت بس أقول إيه حائل بينك وبين ربنا اللي يخلي ربنا يزعل منك. أخبرنا في الأيام اللي فاتت في رمضان إيه؟ إحنا خلاص بنتكلم في 9 أيام، أخبار الأيام دي، الأيام دي قربتك لربنا ولا لسه مزعلة ربنا منك؟ ولا لسه مزعلة ربنا منك؟ كل إنسان يقعد مع نفسه القعدة اللي دايماً بننادي بيها، أصل خلاص أنت بتتكلم أيام من معدودات. خلي بالك إحنا كنا لسه بنتكلم على أول رمضان، النهاردة إحنا بنتكلم خلاص يعني تلت، بعد كده إحنا خلاص هينتهي رمضان وهيخلص رمضان. إحنا أخبرنا إيه وقلبنا لقيناه ولا لأ؟ اتقينا ربنا في الأيام اللي فاتت ولا لسه ما زال في بعض الحاجات؟ لسه عقلنا الباطن قاعد بيفكر في معاصي كنا بنعملها قبل كده ومشغولين بمعاصي عاملينها قبل كده؟ ولا لسه تايهين؟ بلاقي شباب كتير والله يا شريف بيبعت لي وبيتكلم معاه إن هو لسه تايه، إن هو لسه حاسس إن في حاجة مش قادر يمسكها، إنه حاسس إن رمضان بيضيع منه. دي اللي قلناها يمكن مداخل الشيطان، إن الشيطان بيرمي لك الحاجة ويعيشك تفضل تايه فيها وتفضل مشغول بيها طول شهر رمضان عشان يضيع عليك الأيام الجميلة إنك أنت تبقى من الناس المقبولين في رمضان. لا ومش كده وبس، ويعيشك ويخليك غرقان في شوية حاجات أنت مش عارف تمسكها علشان يضيع عليك ليلة القدر. دايما بنقول ان الانسان اللي بيتقي ربنا قوي في اول رمضان ربنا يرزقه بليله القدر، فاحنا النهارده واصلين للحته دي. طبعا يا رب يبلغنا ليله القدر، يا رب كما بلغتنا رمضان بلغني ليله القدر. فالنهارده لما تيجي في ليله القدر كده تحس انك انت اجتهدت قوي في الايام اللي فاتت، فتلاقي ربنا رزقك بليله القدر. عشان كده التقوى انسان كل انسان يحط بينه. سيدنا ابو هريره بيتسال عن التقوى، فبيقول له أرأيت إن مشيت في طريق فيه شوك ماذا تفعل؟ قال أتجنبه. قال ذاك التقوى.